اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الجمعه 21 ابريل 2023، اول ايام عيد الفطر المبارك. في هذه الجوله المواطنون يستقبلون عيد الفطر بالاحزان مع تواصل القصف وخطاب البشير، عفوا خطاب البرهان، يتجاهل الاشاره لوقف القتال. أسوأ عيد يمر علينا في تاريخ السودان، يعني اليوم احنا اصبحنا على صوت ضرب وسخيرة ورصاص ودانات وطائرات حربية. وفي الأبيض تجدد الاشتباكات في اليوم الأول للعيد، كان هجوم برضه ثاني على القيادة بتاعت الجيش الأبيض وعلى المطار، صدوا له الناس الساعة 4 صباحا لحد الساعة 6 صباحا والرصاص شغال. وأخبار سعيدة من شمال دارفور، الاتفاق على وقف إطلاق نار نهائي بين الجيش والدعم السريع. توصلوا على الاتفاق بوقف إطلاق النار في المدينة نهائيا ووقف الاقتتال بشكل رسمي. والدعم السريع يؤكد التزامه بالهدنة ويتهم البرهان بالرضوخ لرغبة الإسلاميين. ونحن تفسيرنا في النهاية البرهان الآن هو يعني لم يعد متحكم في القوات، لأنه هناك جهات يعني هي مسيطرة عليه ومسيطرة على القرار السياسي والعسكري، ومعروفة جهات حزبية وسياسية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الجولة. نستهلك العادة بموجز بأهم وآخر الأخبار. عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 21 أبريل عام 2023: تجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من مدينة الخرطوم بينها محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري في الساعات الأولى من صباح الجمعة، والحزن يخيم على بيوت السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى. قوات الدعم السريع توافق على هدنة إنسانية لمدة 3 أيام بناء على تفاهمات دولية وإقليمية تزامنا مع عيد الفطر المبارك لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين. المستشار العسكري لقوات الدعم السريع يكشف لراديو دبنجا سقوط 3 مروحيات عسكرية، منها 2 في غرب أم درمان، ويقول إن موقفهم من التفاوض سابق لأوانه في الوقت الحالي. القوات المسلحة تقول لا تفاوض مع قوات الدعم السريع إلا على التسليم الكامل. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة الأبيض إلى 56 قتيلا، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن حصيلة الاشتباكات 413 قتيلا و3551 إصابة. البرهان في أول ظهور له في التلفزيون السوداني يقول إنه الدمار والخراب وأصوات الرصاص لم يترك للسودانيين مجالا للفرح في العيد. محللون توقعنا أن يحوي خطاب البرهان للشعب إقرار هدنة أو إيقاف إطلاق النار من أجل عيد الفطر المبارك. وزير الخارجية البريطاني يقطع رحلة له إلى منطقة آسيا بسبب الوضع في السودان، ووزير الخارجية الأمريكي يهاتف البرهان وحميدتي ويدين القتل العشوائي الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. السفارة الأمريكية بالخرطوم: نراقب الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب، حيث يستمر القتال وإطلاق النار ونشاط قوات الأمن. القوات المسلحة والدعم السريع يتوصلا لاتفاق نهائي بوقف إطلاق النار داخل مدينة الفاشر وفرار ما بين 10 إلى 20 ألف شخص من المعارك إلى تشات، وجامعة نيالا تتعرض لعملية نهب واسعة النطاق. منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين جراء المعارك بين الأطراف المتحاربة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذر من تداعيات تصاعد العنف في السودان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تقدم مقترح تفصيلي حول وقف عدائيات إنساني خلال فترة عيد الفطر المبارك لقادة الجيش والدعم السريع. القوى الوطنية السودانية تعلن عن حصولها على موافقة مبدئية من أطراف الصراع لوقف العدائيات خلال أيام العيد، وستقدم مبادرة شاملة تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار واتخاذ الحوار سبيل لحل الخلافات. البرهان يصدر قرار بإلغاء ضم حرس الحدود إلى الدعم السريع، وقوات الدعم السريع تقلل من القرار. مواطنو القضارف وحكومة الولاية تعلن عن استضافة واستقبال سكان الخرطوم الفارين من نيران الحرب. انتهى موجز الأخبار.
نبدأ بهذا التقرير القصير عن آخر تطورات الوضع الراهن. في صباح عيد الفطر ومنذ الساعات الأولى اشتدت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدينة بحري وفي أجزاء أخرى من العاصمة منها مدينة أم درمان، مخلفة دمارا في المنشآت وإصابات بين المدنيين. في الأثناء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يوم الخميس إلى وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر والسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالخروج والحصول على العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى. ويقول واقع الحال أن هذه الهدنة لم تحدث بسبب الصدامات المستمرة حتى الآن. من ناحية أخرى قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن فرنسا لن تجلي رعاياها من السودان في المرحلة الحالية وإن تركيزها حاليا ينصب على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. في ذات الوقت حثت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس طرفي الصراع في السودان على وقف القتال للسماح للناس بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة. وفي وقت سابق صرحت قيادة الدعم السريع على حسابها على تويتر إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على تفاهمات دولية وإقليمية. وقالت منظمة الصحة إن انعدام الأمن يسبب تحديات أمام الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية ويعرض حياة المواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر. البرهان قائد الجيش قال من خلال التلفزة إن البلد ستخرج من هذه الحرب أكثر قوة وتماسكا وإن تجاوز ما يحدث يكون بالحكمة والقوة. تمر على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك وبلادنا أصابها جرح بالغ حيث سقط القتلى والجرحى وتشردت الأسر ودمرت المنشآت والمنازل، فالخراب والدمار وأصوات الرصاص ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع بلادنا الحبيبة. وعلق الأستاذ المعيز حضر المحامي على خطاب البرهان الذي خلى من أي إشارة لوقف القتال أو الهدنة. استمعنا إلى خطاب سيد عبد الفتاح البرهان وكان الشعب السوداني يمني نفسه حقيقة أن يسمع هدنة من أجل أيام العيد، لأن الطرف الآخر بغض النظر عن تتفق معه أو تختلف معه فبادروا مبادرة أنا أعتقد أنها طيبة بوقف إطلاق النار. كنا نتمنى من البرهان ابتداء أن يعتذر للشعب السوداني اعتذارا واضحا، أن يقدم يعني دلالات واضحة بأن يجري تحقيقا عادلا شفافا من جهات محايدة من الذي أطلق الطلقة الأولى. هذا من جانب لأن هنالك إلى الآن اتهامات متبادلة من قام بالضربة الأولى أو بالطلقة الأولى. كنا نتمنى من السيد البرهان أن يدلي بمعلومات واضحة للشعب السوداني لأنه هو صاحب الحقيقة، لم يدلي بهذا الأمر. كنا نتمنى من البرهان أن يعلن وقف إطلاق النار، أن يعلن عن مسارات آمنة حتى يتم تطبيقها بواسطة القوة المدنية القوة الشعبية اللي يتم إجلاء الطلبة والمرضى من المستشفيات. للأسف الشديد الجانبين المتقاتلين لا يراعون للشعب السوداني ولعل يراعون للأجنبي أكثر من الوطني، ولعل مع احتراما وتقديرنا للجنود المصريين الذين كانوا موجودون في السودان الطرفي الاقتتال وفروا لهم الأمان الكامل وأوقفوا إطلاق النار وسمحوا لطائرات عسكرية مصرية نزلت في أحد المطارات وتم إجلاء هؤلاء المصريين ونتمنى لهم السلامة. ولكن هل المواطن السوداني لا يجد، لماذا لا يجد مثل هذا الاحترام؟ لماذا لا يجد مثل هذا يعني الأمر أو الرعاية ويتم فتح ملاذات آمنة ويتم وقف إطلاق النار؟ منذ الأمس ليلا والناس ينتظرون الاحتفال بالعيد، واليوم رغم الزخات ذهبوا إلى الميادين لأداء صلاة العيد، ولكن رغم ذلك فوجئوا بأن الضرب متواصل من الجهتين. وهذا يدل على أن المواطن السوداني هو آخر ما يفكر فيه هؤلاء المتقاتلين. نحن نحمل المسؤولية حقيقة للطرفين ونحملها أكثر للسيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام لأنه هو الذي يفترض الآن هو السلطة الوحيدة في هذا البلد. كنا نتمنى منه أن يدلي بخطاب واضح فيما يتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان السوداني، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لأنه الآن المطلوب بغض النظر، نحن لا نريد أن نحاسب أحدا، لا نريد أن ندخل في نوايا الآخرين، لكن المطلوب الآن
هو وقف إطلاق النار، ولكن يبدو منها من بيان السيد القائد العام وبيان القوات المسلحة لا يبدو أن هنالك يعني حلا لوقف إطلاق النار، وهو ما يهم المواطن السوداني، ما يهم المواطن السوداني الآن ليس هو اتفاق سياسي أو اتفاق إطاري، الناس تجاوزت هذا الأمر وأصبح الآن الأمر المطلوب الوحيد لا للحرب، وقف إطلاق النار هو المطلوب الآن، ولم للأسف الشديد لم نجد هذا الأمر في خطاب. كان هذا حديث الأستاذ معيز حضرة المحامي حول خطاب البرهان. المستشار العسكري للدعم السريع موسى خدام ألقى بالمسؤولية حول وقف إطلاق النار على البرهان ووصفه بأنه لا يملك القرار الآن. والله نحن ملتزمين من جانبنا والدعم السريع منذ البداية بالهدنة الأولى والثانية، وما حصل أي اختراق من جانبنا، لكن الاختراق معروف يعني مصدره من ياتي جهة، معروف أن البرهان استغل الطائرات تبع القوات المسلحة واستخدمها لصالح الميليشيات ولصالح القوات الإنقلابية والإرهابيين تبع الحركة الإسلامية الذين يسيطرون على غرار القوات المسلحة، ونحن شايفين الطائرات تغزف وتروع على المواطنين في كل مكان في درمان وفي الخرطوم وفي كل مواقع المكتظة بالسكان. نحن ملتزمين بأي مبادرة ومرحب بأي مبادرة بأي يعني دعوة لهدنة، نحن ملتزمين في مواقعنا وفي مناطق سيطرتنا ولم نعتدي على أي جهة، ولكن في موقع الدفاع أيضا نساعد المواطنين، قواتنا بتساعد المواطنين في الحركة وفي انسياب العمليات الإنسانية تسهيل إجراءات الحياة اليومية للمواطن. هذا هو الموقف الهدنة. من جانبنا أيضا الهدنة القادمة بتاعت العيد برضو ملتزمين بها التزام كامل، لكن نظل موجودين في مواقعنا ومحتفظين بحق الرد لأي هجوم قادر أو مباغت. طيب فيما يتعلق بالحديث البرهان أنه القوات لازم تخرج خارج العاصمة تمشي مكانية حتى إذا كان في إمكانية للتفاوض، والناطق الرسمي قال ما في أي تفاوض، والله هذا حديث مردود إليهم، يعني هم في النهاية التفاوض نحن برضو نرى أنه الوقت مبكر لأي عملية بتاع التفاوض، لكن برضو بنرحب بأي يعني مبادرة بتأدي للانتقال المدني والتسهيل العملية السياسية وغيره. بالنسبة لخروج القوات هذا أمر طبعا غير منطقي، لأن القوات هي موجودة أصلا في مواقع الانفتاح والانتشار السابقة والقديمة. القوات الموجودة الآن داخل القيادة العامة القوات المسلحة والغصر الجمهوري والإزاعة، هذه جاءت بردة فعل للهجوم المباغت من يوم السبت على قواتنا في أرض المعسكرات وفي منزل قائد قوات الدعم السريع، وتم التصدي لها وسيطر على مواقع الجهات التي يعني هي مهاجمة، لذلك نحن نحتفظ بالأماكن التي سيطرنا عليها وليس هناك خروج للقوات حتى يعني يطهر القيادة العامة من الفلول ومن القوات الإنقلابية ومن الإرهابيين، لكن ليس لدينا أي شرط أو إملاءات من جهة حتى نخرج. يعني برهان هو أيضا لم يعود الآن هو يعني يصدر قرارات كقائد لقوات الشعب المسلحة أو رئيس لمجلس السيادة، هو الآن لم يعود كذلك حتى يصدر تعليمات لأي جهة. طيب في سؤال أخير فيما يتعلق بالتعليمات والبيانات أو القرارات اللي بيصدرها برهان، أخيرا أصدر قرار بإلغاء حرس الحدود، فما التعليم؟ والله أولا زي ما قلت لك أنه هو ما معني الآن هو لم يعد قائد عام لقوات المسلحة ولا رئيس لمجلس السيادة، هو الآن هارب. الأمر الآخر قوات حرس الحدود تم حلها منذ الأحد السابق، وهي قوات ليست بالقوات الكبيرة، تم تسريح جزء كبير منها وضم البعض منها لقيادة القوات البرية وجزء منها إلى قوات الدعم السريع، تعمل مع قوات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولم يكن هناك يعني قوات بالمسمى مسمى الحدود، لكن في أفراد من الحدود تم توزيعهم لوحدات القوات الشعب المسلحة ومنها الدعم السريع. القرار لا غير ذي جدول الآن، يعني ما عنده أي معنى بالنسبة لي ولا بالنسبة لنا في الدعم السريع. طيب آخر تطورات الأوضاع الموجودة، الاختراقات لحد الآن موجودة، يعني تفسيركم لا شنو؟ والله آخر تطورات اليوم كما رأيتم في ثلاثة طائرات جات قذفت في كرب أم درمان في سوق المويلح، أدت إلى خسائر في الأرواح
المواطنين والمواشي وغيرها، وتم التصدي لها وإسقاطها كل الطائرات الثلاثة، 2 أسقطت في غرب أمدرمان وواحدة أسقطت في معسكر النسور. التفسيرات أنه يعني هم فشلوا في الأرض، يحاولوا أنه يعني يستخدموا الطيران لترويع المواطنين وتخويف القوات، ولكنهم لم يصيبوا هدفهم. ونحن تفسيرنا في النهاية البرهان الآن هو يعني لم يعد متحكم في القوات، لأنه هناك جهات يعني هي مسيطرة عليه ومسيطرة على القرار السياسي والعسكري، ومعروفة جهات حزبية وسياسية محسوبة للحركة الإسلامية، منها علي كرتي وأسامة عبدالله وغير من الأسماء والغوائم التي يعني نتحصل عليها بمعلوماتنا نكشفها في وقتها إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا لك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. وفي الفاشر بشمال دارفور أخبار سعيدة على ما يبدو. أعلن والي الولاية جنرال نمر عبد الرحمن إن لجنة المساعي الحميدة المكونة من الإدارة الأهلية وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات والأخيار من المواطنين استطاعت مع قيادة الجيش والدعم السريع الوصول لوقف نهائي لإطلاق النار في الإقليم. حقيقة أن احنا نترحم على أرواح الشهداء كلهم، وأيضا نطلب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونتمنى أن الناس المفقودين برضو يعودوا عودة حميدة لأهليهم. في الحقيقة نحن الأيام المضت كانت أيام عسيبة بالنسبة لكل المواطنين في ولاية. زللنا نعمل بكل ما عندنا في أننا نعمل على وقف إطلاق النار في المدينة، ووقف الاقتتال أو الهدنة أو وقف الأدائيات بين الأطراف المتسارعة، ونتمكن في بعض الأحيان لساعات وبرضو مرات تاني يعني الحرب بيستأنف، ما خالص ما عجزنا، استمرنا في الحال. شكلنا لجنة المساعي الحميدة من عدد من أعيان المدينة، فيهم حكماء الإدارة الأهلية، وأيضا جزء من نشطاء المجتمع، أئمة المساجد كذلك، وإدارة جامعة الفاشر، وعدد من الناس بيحبوا الخير والسلام لولاية الشمال دارفور. قام المجهود مباشرة باللقاء على الجانبين المتسارعين اللي هو قيادة الفرقة السادسة مشاح بالفاشر، وأيضا قيادة قطاع شمال دارفور بالدعم السريع. وتكللت المساعي دي بعد نقاش وحوار ولقاء مستفيد مع قائد الفرقة وأركانه، وبرضو أيضا مع قيادة الدعم السريع وأركانهم، توصلوا على الاتفاق بوقف إطلاق النار في المدينة نهائيا، ووقف الاقتتال بشكل رسمي، والتزموا الأطراف المعنية بالاقتتال إنه ما هيكون في اقتتال تاني. ودي نحن بنفتكر إنه خطوة مهمة وضرورية جدا. نحن كان في إمكاننا إنه بعد استمرار القتال دي هنقوم بعدد من زيارات لعدد من الناس فقدوا أطفالهم وفقدوا أسرهم، وبرضو للمستشفيات الرئيسية، لكن فضلنا إننا نعمل على وقف القتال في الأول عشان نقدر نساعد ونمشي نشوف المستشفيات ونقدم لهم مساعدات. لأنه في تقديري أنا إذا زرنا الناس في المستشفيات والحرب ما زال مستمر، هيكون في أعداد بتاعت ناس جرحى وفي أعداد بتاعت ناس مصابين في المستشفيات دي. أن إحنا سعينا وكرست أيامي دي كله في إنه كيف نقدر نصل لوقف الاقتتال في المدينة، وهذا ما حققته، وأنا سعيد جدا بالمجهود البزل من اللجنة بتاعتي واللجنة الأمنية برضو أيضا في الولاية. الآن إحنا برضو أبري لجنة أمن الولاية وكذا ذلك اللجنة بتاع المسائل الحميدة، أفتكر إنه نحن نرسل رسالة بتاعت شكر والتقدير لكل الأطباء والدكاترة اللي زلوا يعملوا بالليل والنهار في المستشفى الجنوبي، وكذلك المستشفى الشرطة، وكذلك نشكر مدير عام الشرطة على تفهمه وبرضو فتحه لمستشفى الشرطة واستوعاب المرضى، وكذلك المستشفى العسكري، كل النازل الأطباء زلوا يعملوا بالليل والنهار، فأنا شاكر لهم جزيل الشكر، وبالتأكيد نقوم بزيارات واقعية للمستشفيات ده عشان نعرف وقائع الأحداث ونقدر برضو ندعم ونساعد باللي ممكن نقدر نعمله. كذلك الأسر اللي فقدوا أرواح أبنائهم نحن برضو سنعزيهم الآن، وبرضو هنزورهم زيارات تانية على الأقل عشان نخفف من آلامهم. لكن دار نؤكد كمان برضو للناس النزهوا من المنازل بتاعه إنه حان الوقت إنه يجوا عايدين،
ويعيدوا في منازلهم. نحن اللجنة بتاعتنا ده نجحت نجاح كبير جدا جدا، ونعمل انه تاني ما يتجدد القتال في المدينة ده اطلاقا، والاطراف الاثنين التزموا بذلك تماما. لذلك نقدم رسالة قوية للناس اللي طلعوا من المنازل بتاعهم واللي مشوا الجهات مختلفة انه يعودوا على منازلهم وعلى سكناتهم، عشان نقدر نعيد معهم على الاقل يشاركوا فرحة العيد لاطفالهم ولابنائهم. ده يمكن المجهود اللي نحن بذلناه في ولاية شمال دارفور، وما زلنا نمضي في انه نفس الخطوة دي الناس في السودان كله يصلوه ويوقف القتال في السودان، والناس يرجعوا للحوار والنقاش والتفاهم، هو ده الأصل في التفاهمات. ومهما طال الحرب ده لابد إنه يوم من الأيام ناس يصلوا لهوار ولتفاهم ولسلام، وده اللي نحن عملناه. يعني إحنا عندنا تاريخ طويل بالحرب ده من 19 عام، وفي النهاية أيضا توصلنا لحوار ولنقاش وجينا لبناء السودان. لذلك نتمنى إنه كل الناس في السودان يرجعوا صوت الحكمة وصوت العقل وصوت القيادة، وبرضو يروا معاناة الشعب السوداني أمامهم عشان نقدر نطلع بالبلد لبر الأمان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. استقبل المواطنون العيد بلا فرحة وسط ارتفاع حدة القتال بين الجيش والدعم السريع. في جولة السودان اليوم تحدثنا للأستاذ حنان إبراهيم الجاك من مدينة بحري لتصف بداية هذا اليوم الأول من العيد. كل سنة وكلكم طيبين، وتحية للشعب السوداني. أسوأ عيد يمر علينا في تاريخ السودان، يعني اليوم أن إحنا أصبحنا على صوت ضرب وسخيرة ورصاص ودانات وطائرات حربية. يعني منذ بداية الحرب لم نشاهد هذه الضربات العنيفة، وللأسف لا توجد معلومة تحدد لنا الحاصل شنو في السودان. يعني تعرضنا لمخاطر خطرة جدا جدا، والدعم السريع ارتكازاته في شارع الإنقاذ والطائرات وأزيزة، يعني ما قدرنا نتحرك، ما قدرنا نطلع حتى على الهول برا في داخل الغرف تحت السرائر بصورة يعني مخيفة 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 لدرجة. وكثير من الطلقات الطائشة أصابت بعض المنازل وأصابت بعض الأفراد، لكن الحمد لله بعد أكثر من 3 ساعات يدوبك الآن نحن نشرب شاي الصباح جراء الضرب العنيف اللي أصلا ما قدرنا نطلع حتى من الغرف. وتحت وابل الرصاص ذهب الناس للصلاة، ولكن كانت الصلاة حزينة جدا، أعداد بسيطة جدا تحت وابل الرصاص، والضربات ذهبوا إلى الجامع لصلاة الصبح، ولا أحد يزور أحد ولا أحد يتحدث إلى أحد ولا حتى التواصل عبر الهاتف. الناس في حالة رعب، لا أحد يستطيع أن يهني الآخر. شوارع حزينة، شوارع مؤلمة، شوارع فارغة إلا من عصابات النهب تعرضت الأسواق لسرقات عنيفة. أطفال يسرقون مكيفات، معدات كهرباء، أجهزة، مواد تموينية. الشوارع الآن إذا نظرت إلى الشارع فقط بتجد هؤلاء العصابات المنتشرة. سألت أحدهم من أين سرقت هذه الأشياء، فقال لي إنها من سوق بحري وسأذهب لأفرغها وأعود ثاني لأخذ المزيد. غياب تام للشرطة، أقسام الشرطة مغلقة، شرطة تضربنا في المظاهرات بالبمبان والقنابل الصوتية والرصاص وتحاصرنا، ولكن الآن عندما احتجنا للشرطة حمايتنا وحماية الأسواق والسكاكين والسوبر ماركت صفت الشرطة تماما، الأقسام مغلقة ولا أثر لعسكري عشان يحمي. تحترق البيوت، أمس احترق منزل، لم نجد من يطفئ الحريق سوى قليل من الماء. عيد أهل المنزل عند الجيران لأنه البيت احترق، ما في أي معينات، ما في عربات إطفاء، كلهم اختفوا. غياب تام تجاه الوطن وتجاه المسؤولية المجتمعية تجاه حماية المواطن. نحن الآن يحمينا الله فقط، نسبح ونصلي وندعو الله أن يلطف بنا. وما زالت الأوضاع ضبابية، وما زال المشهد ضبابي. خرج علينا بعض الإخوان الكيزان من التنظيم يباركوا انتهت الحرب، game over، ولكن ما زال الضرب متواصل حتى هذه اللحظة، وما زالت الأوضاع قاتمة، ولا ندري من المنتصر ومن المهزوم. ونحن
يعني نستقبل العيد على أصوات الرصاص، لم نفرش منازلنا، لم نقدم الحلوى والخبيث، لم نقدم أي شيء، فقط ننتظر ماذا تتصل بنا هذه الحرب وما هي النتائج المترتبة. والعيد الناس تتغنى بأي حال، عدت يا عيد وعدت يا عيدي بدون زهور، وما في شيء جميل يا أستاذ. نحن عايشين مأساة، حزينين، نعم فرحانين بنهاية شهر رمضان والعيد، لكن في دواخلنا منكسرين لأن الحرب سودانية، منكسرين لأن الحرب دفع ثمن الشعب البريء، منكسرين لأن الجثث ما زالت في الطرقات، لا أحد يستطيع أن يقترب منها، تحللت بعض الجثث، منكسرين لأن جوانا حزن، ما يزول في الدولة الآن بقود الحرب قلب على الشعب السوداني. وخرج البرهان اليوم يخاطب الشعب ويتحدث باسم الشعب، الشعب الذي قتله في القيادة، وشاءت الأقدار أن ينتقم الله، نفس المكان الذي استشهد فيه الشهداء نفس المكان الذي تدور فيه الحرب الآن وما زالت متواصلة، وهذا انتقام رباني خفف علينا الأحزان ولدماء الشهداء في القيادة العامة. نعم أستاذ حنان، نسأل الله. يعني أنت في بحري، وقالوا يعني حسب ما سمعنا إنه معظم المعارك دي متركزة في بحري، وإنه في استخدام للطيران، أنت لاحظت أي حاجة من طيران؟ نعم طيران عنيف جدا، هذه الطائرات يهز المنازل، الدعم السريع بالقرب منا على بعد 20 متر، لديهم ارتكازات في شارع الشهيد مطر، داخلية إبراهيم مالك، طلع فيها قناصة فوق في هذه الأبراج، أشار على الإنقاذ كله مليان دعم سريع، داخل الصافية هنالك كميات من الدعم السريع يتجولون، يعني حصل الآن تمشيط من الجيش من منطقة الكدرو وحتى بحري، ولكن في شارع الإنقاذ ما زالت الارتكازات الآن تقدموا إلى الأمام، ولكن نحن في الصافية أصوات الدانات، أصوات الطائرات الحربية العنيفة جدا، يعني أصوات ضربات منذ أن بدأت هذه الحرب لم نسمعها بهذا العمق في الصافية، لأن الدعم السريع قبل 3 أيام عبر قناة الحدث قال نسيطر على مدينة الخرطوم بحري شبه سيطرة كاملة، استوطنوا داخل الأحياء في حلة حمد، ولكن حصرهم الجيش عن طريق القوارب بالبحر، استطاعوا أن يخرجوهم من المنازل، خرجوا الأسر من منازلهم، المنازل خاوية لا يوجد فيها أحد، أنا أخواني المفروض يعيدوا معي هم في بحري لا يستطيعون الوصول، لأن هنالك كثير من الأسر خرجت وتعرضت لوابل من الرصاص، لذلك كل أحد في منزل، لا أحد يستطيع أن يقادر المنزل ولا أحد يستطيع أن يتواصل مع الآخر، والآن هنالك اضطراب في شركات الاتصالات، يعني حتى أنت إذا عايز تحول رصيد لشخص آخر لا تستطيع، توقفت تماما، واهتزاز في الشبكات، ولا ندري ما هي هذه الأسباب التي أدت لهذه الاضطرابات، لكن بحر اليوم تعرضت لأشياء مخيفة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ننتقل من الخرطوم الأبيض حيث دار قتال آخر بين الجيش والدعم السريع حول القيادة والمطار. الزميل أمير رمضان تحدث لأحد المواطنين في الأبيض. العيد طبعا الصباح الناس صلت في الشوارع، لكن ما زي كل مرة كان الناس بيصلي في مكان كبير بيجمع الناس كلهم، أي ناس عندهم فسحة في قدامهم يصلوا فيها، قبل ما يصلوا استقبلوا معركة كانت تغيرونا فيها بتاعت ساعة ساعتين، كان هجوم برضو تاني على القيادة بتاعت الجيش الرويد وعلى المطار، يصبوا له الناس الساعة 4 صباحا لحد الساعة 6 صباحا والرصاص شغال، الناس صلت ورجعت بيوتها، لحد الآن الناس يعني قاعدين في البيوت، ما في عيد زي زمان، الناس بتخش من بيت لبيت كده، حتى الشفع بيكون محرومين ذات من العيد، فلا شكل العيد اليوم في الربيض، يعني في ناس عيدت في ناس ما عيدت أصلا، المناطق متأثرة كده يعني، وأغلب البيوت أصبحت مكلومة. في بيوت كثيرة فيها سوانات العزاء مبسوطة في الشوارع، فده شكل العيد في الويد. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.
للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.